هيدا صوت التلج باي ذا واي. هلو انا روز، اهلا فيكم بماي شانل اذا جديد، ويلكم باك اذا قديم. هيدا الفيديو مهمته الوحيده هو انه يحط الكتب يلي قراتهم بفبروري ومارش بمحل حتى ارجع انسانه طبيعيه بعمل فيديوز عن الكتب الشهر الجاي واعمل ماي ابريل راب اب مثل الخرب. ف without dilly dallying let's get into الكتب يلي قراتهم ب شباط وآزار. من الكتب يلي قرأتهم اثنين منهم كانوا عندي اياهم على الحقيقة، والباقي كله ايباد تليفون اوديو بوكس بلا بلا بلا. خلينا نبلش بالترتيب. اول كتاب قريته بفبروري هو، بعرف انه فبروري بس بحس انه كيف لما كنا بالصف واذا قلتوا كلمة هي تكون على الحقيقة صح، بس كل يلي حواليكم بيلفزوها بشي معين بتبينوا انتو الغلط وبيضحكوا عليكم. بحس فبروري نفس الشيء، انه بحس لازم اقول فبروري مثل الكل بس هي فبروري وما بعرف. اول كتاب قريته بفبروري I'm not gonna care هو Eleanor Oliphant is completely fine. بالعادة هذا الكتاب بذكرني ب شو اسمه Convenience Store Woman و The Housemaid او هيك شيء بعتقد هيدا الكتاب اسمه. ليه بذكرني فيهم؟ بذكرني فيهم كرمال هول الكتابين عندهم شخصية أساسية بنت منا متصلة مع أحاسيسها من جوا، ما بتفهم العالم مثل الشخص الطبيعي، يعني شوي في autistic traits، يعني منفصلين عن العالم بطريقة تفكيرهم، يعني ما منهم واعيين كيف العالم بيفكروا هن وقاعدين معهم كيف هيك اشياء بالحقيقة، يعني كتير completely detached من their emotions، يعني منفصلين عن مشاعرهم. هول المرتين كان عندي كريتيك لهيدا النوع من الكاركتر، مع انه انا بوافق مع انه فينا نحب كتاب بلا ما نحب الكاركترز و I still agree with that. و I think Convenience Store Woman عطيته 4 يمكن او انه عطيته شيء عالي، بس حسيت هيدا الشعور انه ما بدي اقرا من هيدا المين كاركتر بهوليك الكتابين. بس ب Eleanor كان مكتوب بطريقة سوبر يعني الطريقة يلي مكتوبة فيها واعية، بس الكاركتر مش واعية اذا فهمتوا قصدي. يعني بالهاوس ميد it was so bad انه الكتابة كانت غبية، الكتابة كانت مش فاهمة حالها هيك كأنه، بس هون مبين انه الكاتبة فاهمة شو عم بيصير وكاتبة بطريقة سمارت من وجهة نظر كاركتر مش فاهمة شو عم بيصير، if you know what I mean. Eleanor هي عن وحدة هيك انه عندها صعوبات وكذا، اما super toxic وانه عم تشتغل عم تتعرف على عالم she's dating around she's عم تكتشف العالم، يعني مثل كأنه هيك، ومثل ما قلت لكم انه كتير غريبة ما بتعرف مشاعرها ما بتعرف هيك، فانه مثل كأنه جزء من حياتها لهيدي تعرفنا على هيك طلعنا من الشباك لكم وقت وبعدين ظهرنا ورحنا، مش انه في بداية وميدل ونهاية، انه حياتها بتكمل من بعد القصة. فهيدي هي Eleanor، عطيته 3.75 و I think it's a fair rating، يعني صار لي من زمان عطيته وبعدني لهلا بوافق مع هيدا الستار ريتنج. في اشياء مبينه بالباك جراوند انا ما كثير ماشي الحال. اوكي، من بعده سمعت الاوديو بوك. اوديو بوكس باي ذا واي got me through it بهالكم شهر، لانه اكبر ريدنج سلام بحياتي. 14 بوكس بيهايند شو يعني متاخره عن هدفي، لانه ما عم بقرا ما عم بيكون إلي نفس أقرا برمضان اللي ترني قرأت كتابين ما بعرف. المهم Assistant to the Villain هو كان an audiobook سمعته، كنت بدي بلش فلوج عم بقرا بس فانتسي، هذا كان أول كتاب منه وما كملت كتب تانيين which is bad، بس you know هو عن وحدة بتكون she needs a job، بس عن وحدة محتاجة شغل وهي بتكون شو عم بيصير؟ ما عندي ولا غسالات ولا برادات أعطيك لو سمحت، خلص سوري love you so much I'm sorry. شو كنت عم أقول؟ وحدة ما عندها شغل، ما عادش صار عندها شغل، بس هي محتاجة لشغل كمان تدفع لعائلتها
بيصير a situation هيك funny vibes، بتلتقي مع حدا بيعطيها a job. مين هيدا الحدا؟ He's the villain يلي هو كل العالم بيقولوا ممنوع نشتغل معه وما بنحبه ومنه منيح وبلا بلا 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 بلا. بس من الأول بنكتشف إنه هو منيح و he's not a villain villain. منا أبدا منا بتوتر و high stakes وحدا حيموت ويا الله وما بعرف شو، إنه it's شوي أكتر ولاد يمكن young adult. إنه شو يعني young adult؟ خلاص بتعرف شو يعني young adult. مساعدته لما يعطيها هيدا الجوب وتصير his assistant بيصير في إنه أشياء أخطار وهيك عليه وهي بدت تحاول تحميه وبلا بلا بلا. You know how things go. عطيته 2 stars. It was fun بس nothing more than that. الكتاب اللي بعده هو Self Reliance by Ralph Waldo Emerson. هو مثل انه a short story او a long essay او هيك شيء عن Self Reliance، وعن يعني عن الاعتماد على النفس وكيف نكون شخص منفرد وكيف نحمي حالنا بحالنا ونحب حالنا بحالنا وهيك vibes. قريتها للجامعة، مش يعني personally، قريتها للجامعة للامتحان لأنه كانت شغلي من الأشياء اللي لازم تنقرأ فقريتها. وthat's it on that. ما عطيتها rating لأنه ما بدها rating يعني. Then I read a thriller يلي هو The Silent Patient. Like I tabbed it. The Silent Patient هو عن وحدة بتنحبس لانه قتلت جوزها، لانه يعني لقيت مع جوزها هو ومقتول وما حكيت ولا كلمه من بعد ما لقيت، وبعدها ما حكيت ولا كلمه، وبيكون معالج نفسي او انه سايكايتريست او سايكوثيرابيست او شيء شو بعرفني شو شغله، هي تيكس اون ذا تشالنج انه هو يكون الشخص يلي حيخليها تحكي. والعالم يلي قبل ما بيكونوا نجحوا انه يخلوها تحكي، فانه they don't believe انه حيقدر، بس هو he believes انه حيقدر. وفي كتير اسرار، في twists، في turns. قدي عطيته لهيدا؟ so a 3.5 out of 5 rating. منيح، ما حدا يقول لي انه منيح، it's fine. كنت مفكرة انه حاعطي اكتر بس عطيته 3.5. ما بعرف اذا هيدا السبب من my reading slump او هيدا سبب حقيقي من الكتاب، شو بعرفني. It was cool وشوي انه it was original، فانه I'll give it that. بالاخر في كم شغلة ما عرفتها وفي اشياء عرفتها، ف yeah that's that on that. Good writing by the way، يعني مش انه thriller ناشف زنخ، لا good writing مع thriller aspects، لانه احيان كتير كتاب الثريلرز بس بيركزوا انه يكونوا بخوفوا وما بيركزوا انه يكتبوا كتاب منيح. Then I سمعت للأوديو بك تعول All the Bright Things، All the Bright Places، sorry All the Bright Places. اوكي هيدا الكتاب هو عن شو اسمه الصبي؟ البنت فايوليت، الصبي شو؟ ويل؟ شو بعرفني برو؟ فينش. عن فايوليت وفينش بيلتقوا على سطح المدرسة. فايوليت كانت واقفة على الطرف، هو اجا عامل حاله انه هو يلي على الطرف وهي يلي انقذته، بس هو بالعكس. He thinks about suicide, she thinks about suicide. بيحكوا مع بعض، بيصير في adventure بلا بلا بلا. It's sad, it's depressing وهيك اشياء vibes. بعطيه I think انه اوكي انا عطيته 3.75 وهيدا شيء منه مش منيح rating. بحس لو كان double the length، يعني لو كان هالقد وبس the same story بس more حكي، more descriptions، more feelings، more scenery، more نغوص أكتر بالمشاعر بشكل أعمق وصفحات أطول، بحس منتعلق بالcharacters أكتر، لأنه صار إشياء بالآخر كن لازم حس فيها ما حسيت. يعني I just ما حسيت شيء. هو كان لازم حس إنه Oh my god لازم موت يا ويلي ولازم ابكي وهيك، بس انه انا ما حسيت شيء at all. و I think هيدا سبب لانه قصير الكتاب ولازم يكون اطول، لازم نتعلق فيهم اكتر حتى نحس بالاخر. فيا هيدا my review ل All the Bright
places. رجعت قريت The Center by عايشة مناظر صديقي. The Center is the coolest idea بسمعها بالحياة. It's about center لتعليم اللغة, بس بيعملوا عندهم طريقة معينة, عندهم طريقة معينة لتعليم اللغة بتخليك تكون fluent بلغة بثلاث أسابيع, ويعني بتروح وبترجع كأنك عايش بهيداك البلد يلي تعولتوا هاي اللغة من سنين وخلقان هنيك وهيدي لغتك الأساسية. يعني كل عقلك بيصير بيفكر بهيدي اللغة وما فيك تفوت عليه إلا إذا حدا قرد يفات من قبل واستعمل عليك الكريدت يلي لقله. يعني كل حدا بيفوت على السنتر عنده نقطة واحدة أو كريدت واحدة بيقدر يعطيها لحدا تاني بحياته حتى هيداك الحدا يقدر يصير يروح على السنتر. عرفتوا كيف؟ فإنه مش حيلا حدا فيه يروح, في اشياء بقلبه rubbed me the wrong way, يعني ضايقتني شوي, في اشياء كانت غريبة بس مش بال, يعني غريبة مش بالطريقة يلي انا بحب. third طريقة اللانجويج, طريقة تعلم اللانجويج was ما بعرف, يعني حسيتها شوي stupid انه بدها بعد شو يعني, بدها بعد development, بدها بعد تخمر بعقل الكاتبة لتزيد التعقد تعول طريقة تعليم اللغة, لأنه it's so كتير simple ومش intriguing إنه كيف منتعلمها للغة. that was a critique. يعني بعطيه 2 out of 5. I'm so sorry. هو كمان قصير, فكمان بركي إذا كان أطول بيكون أحسن, ما بعرف. يمكن ما بحب الكتب القصار إلا إذا كانوا جابانيز, لأنه they do short books أحسن من كل العالم. No way. بس هول؟ أكيد لا. بس هو؟ بس قريت 6 كتب بشهرين؟ عم حاول أتذكر إذا قريت شي تاني بس مش كاتبتهم على الآيباد. My God. إذا تذكرت في شيء وأنا مش كاتبته ححطه أكيد بالراب أب تعولة أبريل. بس إذا قرأت عن جد بس 6 كتب بشهرين؟ أوكي. I guess that's it لهيدا الفيديو. Love you, peace and love. ما بعرف هالقد عطشانة, صرت كتير شربانة بهيدا الفيديو. Like, share, subscribe, do all the YouTube things, وبشوفكن بالفيديو الجاي. Goodbye.